نذهب وإياكم إلى أولى فقراتنا لنتحدث وما يحصل احتجاجات واستياء كذلك الحال من قبل أصحاب محطات الوقود وكذلك محطات الغاز وكل ما يتعلق وذي صلة والشأن في هذا الموضوع على قرار بقانون الذي من أجل إقامة محطات وقود جديدة رغم عدم احتياج كما ذكر سابقا السيد نزار مسبقا من نقابة محطات الوقود أننا لسنا بحاجة فلسطينيا ووفق الدراسات إلى المزيد منها. لكن في هذا الصدد يسعدنا أن نتحدث مع الناطق الإعلامي باسم نقابة أصحاب محطات الغاز في الضفة الغربية السيد سعيد دويكات. أسعد الله صباحك بكل الخير. يسعد صباحك وصباح المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك. يعني بداية، هل ما جاء بتجميد قرار بقانون الخاص بإنشاء محطات وقود يعد كافيا لإلغائه بشكل نهائي؟ وماذا كذلك عن التخوفات بالنسبة لديكم من هذا التجميد؟ الصحيح أنه التجميد لا يكفي، هناك ضرورة لإجراء حوار مع الحكومة، وأعتقد هناك بوادر لإجراء حوار، هذا اتضح مؤخرا. صحيح القرار بقانون وانبثق عنه من إنشاء نظام لمنح التراخيص هو مدمر لقطاع الغاز والمحروقات على حد سواء، لأنه هناك دراسات سابقة تشير إلى أنه في هناك تضخم في قطاع المحروقات، حيث أن قطاع المحروقات الطاقة الإنتاجية المستغلة منه 60% فقط، نسبة الزيادة في عدد المحطات 120%، هناك 270 محطة محروقات، قطاع الغاز 25% فقط مستغل من طاقته الإنتاجية، نسبة الزيادة 300%، هناك 30 محطة في الضفة الغربية. نعم. فهذا القطاعين المهمين اللي برفدن خزينة الدولة بنسبة كبيرة من الأموال راح يتدمر بسبب هذه الزيادة واشتداد المنافسة. وبالتالي ما دام هناك دراسات توضح الزيادة هاي في عدد المحطات، إذن لا ضرورة لإنشاء أي محطة جديدة، لأنه هذا بالتأكيد سيدمر قطاع المحروقات وقطاع الغاز. نعم. وهناك سابقة في هذا الموضوع ما جرى في غزة، كان هناك 26 محطة في قطاع غزة، وثم فيما بعد تم فتح باب التراخيص بأكثر من الموجود، وكانت النتيجة انهيار هذا القطاع. صحيح انه يعني في دراسات، وتحديدا من معهد ماس للدراسات الاداريه والاقتصاديه، هناك توصيات اذا كان قبل عده سنوات هذا الحديث تم، وبالتالي اذا كان هناك حاجه لاجراء دراسه جديده فلنذهب الى معاهد متخصصه في النهايه استخلاص هل هناك ضروره ام لا. طب سيد سعيد، يعني أليس من المفترض أن تكون أي خطوة يعني تتعلق بتغييرات، إحداث تغيير في المجتمع في إحدى قطاعات هذا المجتمع، أن تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية كما جاء في نص القانون الأساسي الفلسطيني بالتأكيد؟ وبذا إذا أردنا أن نتحدث عن المتابعة القانونية ووفق ما يتم النشر والملاحظات الدستورية المتعلقة بقرار بقانون، أنها جاءت مخالفة فعليا لمواد أساسية في القانون الأساسي، بذا يعني أليس كان من المفترض أن تتم استشارة أصحاب الشأن، أي أنتم يعني ممثلين عن محطات الوقود، أن يتم الاجتماع بهم، أن يتم التشاور، هل نحن بحاجة أم لسنا بحاجة، هل لدينا اكتفاء، هل لدينا فائض من هذه الأعداد من المحطات؟ يعني هذه العملية هل تمت فعليا أم صدمتم بصدور قرار بقانون؟ صحيح، لم يتم التشاور معنا في هذا الموضوع إطلاقا. الملاحظات الدستورية اللي ذكرتها حضرتك نعم ومخالف للدستور، مخالف للحق الأساسي في
لمحطات لهذا القطاع الكبير في إبداء الرأي، وأيضا أن يكون شريك في هذا الموضوع، شريك أساسي، لأنه قطاع المحروقات هو رافد أساسي لخزينة الدولة، أيضا قطاع مهم يشغل كل القطاعات. وفي النهاية الموضوع الأساس أنه العائد على الاستثمار بالمحطات الموجودة هو ضئيل جدا، لأنه الربحية اللي بتحددها هي وزارة المالية وهيئة البترول. احنا صحيح تقدمنا للمحكمة الدستورية وللمحكمة العليا باعتراض على القانون من خلال مستشارنا القانوني اللي هو مكتب فيكتوريا، الأخ الدكتور الأشقر، وبالتالي أيضا سنتوجه إلى المحكمة الإدارية في هذا الموضوع. هنا قرار من مجالسي النقابتين المحروقات والغاز للتوجه بالموضوع الأساسي، أنه يعني لم يأخذ هذا سواء القرار بقانون أو نظام التراخيص الواقع القائم. طب نعم، يعني فعليا سيد سعيد، ما بعد تجميد هذا القرار، هل سيتم يعني الانتظار وتعليق أي خطوات قادمة، أم لديكم نية في خطوات كما جاء في البيان أنها تعتبر حق نقابي، كالإضرابات مثلا التي ذكرتم أنها ليست هدف نقابي وإنما هي حق نقابي مشروع في حال عدم الاستجابة للمطالب والاستماع لكم؟ إلى أين تسير رؤياكم ما بعد تجميد القرار بقانون؟ نحن صحيح مصرين على الدفاع عن هذا القطاع وعن مصالحنا كمستثمرين في هذا القطاع، وبالتالي هناك برنامج موجود نحن نسير فيه كما هو مرسوم له، ننتظر الحوار مع الحكومة. الإضراب هو ليس هدف إطلاقا، هو حق قانوني نقابي تمارس هذه المحطات ومجالسها النقابية وفقا للقانون. بالتالي نعم، إجراءاتنا ما زالت مستمرة، نحن نقول الحوار ثم الحوار ثم الحوار، لا نريد أن نصل إلى إضراب وإغلاق المحطات، ولكن كل منوط بحوارنا مع الحكومة. هل بصراحة يعني تعتقدون أن قرار التجميد جاء ك يعني تسكين أو خلق حالة من السكون والتهدئة المؤقتة؟ يعني ما الضمانات أن يتم الالتزام بهذا التجميد بالإلغاء نهائيا؟ إحنا غير متيقنين من أنه تجميد أو فعلا هو ما سيحصل هو حوار حقيقي وجدي مع هذين القطاعين، ولكن نحن نسير في برنامجنا كما هو مرسوم له، وبالتالي يعني نحن آخر شيء نفكر في الإغلاق الشامل للمحطات، لأنه يعني باختصار هذا مش إضراب معلمين بتعوض، هذا راح يوقف كل القطاعات، المستشفيات، المنازل، المصانع إلى آخره. فيعني هذا هو الإضراب، هو الخيار الأخير للنقابتين. إجمالا نحن أيضا سنتابع معكم تطورات الأحداث، وكما ذكرت أن مثل هذا الإضراب من شأنه أي يشل سيرورة الحداث بصراحة، ويؤثر على كثير من القطاعات الحداثية، لأن حياتنا كلها مرتبطة سواء بالغاز، بالوقود، بالانتقال والتنقل، المراكز الصحية، الحاجات اليومية وتفاصيلها. أشكرك جزيل الشكر السيد سعيد دويكات الناطق الإعلامي باسم نقابة أصحاب محطات الغاز في الضفة الغربية، شكرا جزيل الشكر لك، ونواصل مع حضرتك.